السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد ثروت على صفحة مالت والسمنودي يرحب بكم. إن شاء الله النهاردة هنبدأ مع بعض المحاضرة الثالثة من المستوى الخامس لدورة تعليم اللغة الروسية للمبتدئين على صفحة مالت والسمنودي. أخذنا في المحاضرتين اللي فاتوا كان الحديث في مجمله عن الحالة الإسمية. النهاردة هنواصل إن شاء الله سلسلة ربط المستوى الخامس ده بالمستوى اللي فات اللي هو المستوى الرابع، وهو تكملة للحالات الإعرابية. في اللغة الروسية معروفة ان في ست حالات إعرابية كما شرحت في المستوى اللي فات. اول حاجة the nominative اللي هي الحالة الاسمية، تاني حالة اللي هي الجيناتيف الاضافة، تالت حالة اللي هي الديتيف حالة المقصود او حالة المقصود، بعد كده الحالة الرابعة اللي هي الحالة الفعلية، الحالة الخامسة اللي هي البعية، والحالة السادسة اللي هي البريبوزيشنال او حالة حرف الجر. احنا هنا هنتكلم في البدايات عن الحالة الاسم، الحالات عامة. هناخد الحالات في مجملها، تمام؟ هنبدأ بالمفرد او السنجل، بعد كده نخش على الجمع. هنا شكل الحالات الإعرابية في اللغة الروسية بالنسبة للمفرد بأشكال كتيرة خالص، بتتغير على حسب تغير النهايات، يعني بتتغير مع الاسم على حسب النهايات، تمام؟ لكن الحالة بتاعت الجمع لكل الحالات بتبقى سهلة شوية. هنشوف دلوقتي الكلام ده مع بعض إن شاء الله، يعني التصريفات هنا هنقسمها لمجموعتين. المجموعة الأولى هنشتغل فيها على الاسم المفرد المذكر والاسم المفرد المؤنث والمحايد، تمام؟ والمجموعة الثانية هنشتغل عليها على الأسماء في الجمع، طبعا ده بالإضافة لضمائر الإشارة، بالإضافة لصفات الملكية، بالإضافة برضو للصفات. كل ده برضو هنشوف إن شاء الله. وطبعا إحنا عارفين إن كل شغلنا في الست حالات إعرابية بنشتغل على الأسماء، الصفات، صفات الملكية، ضمائر، الضمائر الشخصية، والديمونستريتيف بروناونز اللي هي ضمير الإشارة. في الفقرة دي هنتناول النهايات بالنسبة لكل حالة إعرابية بالنسبة للاسم المفرد المذكر، تمام؟ هنشوف مثلا كل شغلين هنا على كلمة إيفان، واحد اسمه إيفان، وأوروك دارس، وبيتربورغ اللي هي مدينة سان بيتربورغ بروسيا، دي اللي هنشتغل عليها مثلا. هنشوف شكل مثلا الشكل في الحالة الإسمية نومينيتيف يبقى بالشكل ده. هقول مثلا إيتا إيفان، طبعا ما فيهاش ولا فاعل ولا حرف جر ولا غيره، هي اسمها إسمية تعبر عن الأسماء فقط. إيتا إيفان، هذا إيفان. لو هنتكلم عن حالة الإضافة هنقول أو إيفانا يست سباقا، إيفان ده هاز أدوب، عنده كلب. طبعا الجيناتيف كيز احنا خدناها طبعا في المستوى الرابع، تمام؟ دايما بيجي معها، تمام، اللي هي او اللي هي مع، تمام، او إيفان. شوف هنا إيفان هنا تغير من الشكل الأساسي بتاعه إيفان، تمام، للشكل كده إيفان، لأن في حالة حرف، في حالة إضافة، ومع الاسم المفرد المذكر في حالة الإضافة اللي بينتهي بساكن بنضيف له أ في حالة الإضافة. تعال نشوف الديتيف كيس أو المقصود، هنقول ماذا بزفانيت إيفان، I have to call إيفان، يجب أن نتصل بإيفان. طبعا هنا من ضمن الأفعال في بعض الأفعال بتعبر عن حالة المقصود، زي بزفانيت ده بيعبر عن حالة المقصود، وزي كلمة ضاد، تمام، ده كله بيعبر عن حالة المقصود. طيب شوف شكل إيفان هنا اتغير ازاي، بقيت إيفانو. طبعا هنا ضفنا او للاسم المفرد المذكر اللي بينتهي بساكن في حالة المقصود، بنضيف له او في النهاية. بعد كده على حالة الحالة الفعلية، الحالة الفعلية بيقول لك ياز نايو إيفانا، انا عارف إيفان ده، I know إيفان، تمام. طبعا الحالة الفعلية اهي، ادي فاعل، ادي فاعل، ادي مفعول به. ولاحظنا ان ضفنا الاسم المفرد المذكر اللي وقع فاعل هنا اللي هو ايفان، ضفنا
الحالة الفعلية هنا بتساوي الجيناتيف الإضافة، لأن الإضافة في حالة الاسم المفرد المذكر بينتهي بساكن بنضيف له آه، في حالة الاسم المفرد المذكر بينتهي بساكن برضه في الحالة الفعلية بنضيف له آه. تعال نشوف الحالة اللي بعد كده بتعبر عن الأداة المستخدمة في هذا حدث أو حالة المعية. يا يدو إز إيفان، أي جو إز إيفان، يعني أنا مسافر أو ذاهب مع مين؟ إيفان. دي الحالة دي بتعبر اسمها حالة المعية، تمام، بتعبر عن الأداة المستخدمة في أداء حدث ما، تمام. طبعا هنا من ضمن الحاجات اللي تدل على الحالة دي حرف الجر إس أو زال. حرف جر إس دواتي بيستخدم دائما مع حالة المعية اللي هي الحالة الخامسة. يا يدو إز إيفان، طبعا مع الاسم المفرد المذكر اللي بينتهي بساكن بنضيفه في حالة المعية أو إم. ده كله ده احنا خدناه في المحاضرة اللي فاتت في المستوى اللي فات. أنا هنا باخد تمارين، يعني اللي عايز يركز في المستوى ده أكتر ياريت يرجع للمستوى الرابع يذاكره كويس أو يطلع عليه كويس وهيفهم أنا بقول إيه في المستوى ده، تمام. تعال نشوف البربوزيشنال كيس في حالة الإضافة في حالة سوري حرف الجر. هناخد مثال ميجافاريلي، إحنا تكلمنا أو تحدثنا أب إيفانيا عن إيفان، وي سبوك أباوت إيفان. شوف إيفان هنا اتغير بجي آخر حرف ليه، ليه؟ لأن هنا حالة حرف جر، حرف جر أب دخل على الاسم إيفان فغير شكله من الشكل اللي كده ده إلى الشكل اللي أنا شايفه قدامي إيفانيا، لأن طبعا إحنا عارفين إن الاسم المفرد المذكر بينتهي بساكن مضيف له مباشرة في حالة حرف الجر. دي كانت أمثلة على الاسم المفرد المذكر لما يقع في جميع الحالات، سواء كانت اسمية أو إضافة أو مقصود أو فعلية أو معية أو حرف جر. دي كانت تمارين بسيطة عليه، وإحنا طبعا بنجيب الحالات جميعها بنجيبها من الحالة الاسمية، يعني أنت ممكن تجيب أي حالة تجيبها من الحالة الاسمية وتطبق عليها القاعدة اللي أنا قلت عليها دي. هنشوف ناخد مثال تاني، مثلا نتمرن على كلمة بيتربورغ، مدينة سان بيتربورغ في روسيا. في النومينيتيف كيز أو الحالة الاسمية بيبقى شكلها كده، مثلا هقول إيه؟ إيتا بيتربورغ، هذه مدينة سان بيتربورغ. الجينيتيف الإضافة أون جيفوت، هو يعيش نيدانيكو ليس بعيدا أد بيتربورغ، من مدينة بيتربورغ. طبعا من ضمن حالة الإضافة حروف الجر اللي دل على حركة الإضافة حرف الجر أد معناها من. طبعا الاسم ده لما وقع اسم مفرد مذكر ينتهي بساكن ففي حاله الاضافه معروفه اللي احنا بنضيف له حرف الار. هنشوف الديتيف كيس او المقصود، حاله المقصود مي جوليالي، نحن نتنزه بابيتربورغ، بابيتربورغ نتنزه في مدينه بيتربورغ. طبعا من ضمن حروف الجر الداله على حاله المقصود اللي هي با، بمعنى بواسطه. اول ما تلاقي الحرف ده تعرف ان دي حاله اضافه. وطبعا الاسم المفرد المذكر اللي بينتهي بساكن في حالة الإضافة بنضيف له أو، تمام. بالنسبة للحالة الفعلية يا يدو بيتربورغ، أنا مسافر في لبيتربورغ، يا يدو بيتربورغ، I am going to بيتربورغ. طبعا هنا الاسم هنا لم يتم إضافة أي شيء ليه، ليه؟ لأن الاسم المفرد المذكر اللي بينتهي بساكن ويكون غير عاقل inanimate nouns لا يجرى عليه أي تغييرات في الحالة الفعلية، وده اسم مفرد مذكر غير عاقل. نشوف الحالة اللي بعد كده اللي حالة المعية، إيه ترياضا، إنه قريب أو this is it is close the Peterburg is بيتربورغ، من مدينة سان بيتربورغ. طبعا من ضمن حروف الجر اللي تدل على حالة المعية حرف الجر اسم، الاسم ده مفرد مذكر بينتهي بساكن فضفنا له او ام مباشرة. البروبوزيشنال كيس اون جيفوت، هو يعيش في بيتربورغ، في مدينة سان بيتربورغ. طبعا دي حالة حرف جر، لما الاسم بينتهي بساكن في حالة حرف الجر ويكون مفرد مذكر بنضيف له مباشرة. هننتقل بعد ذلك للاسم المفرد المذكر اللي هو بينتهي بإي كراتكيا أو بميخكز نك. بالنسبة للحالة الاسمية الشكل بتاعه يبقى كده، مثلا إيتا نيكولاي، ده التدريب هيبقى على كلمة
شيت اللي هو المعلم. بالنسبة لاسم، بالنسبة لاسم مفرد مذكر بينتهي بحرف اي كراتكا في الحالة الاسمية بينزل يعني بيوضع كما هو، هنقول ايتا نيكولاي، انه نيكولاي. بالنسبة لحالة الاضافة بليتي التذاكر او نيكولايا مع نيكولاي. لاحظنا هنا في الاضافة استخدمنا الاداة او بمعنى مع او لديه، لديه تمام. وتم تغيير الاي كراتكا في كلمة ايفان في كلمة نيكولاي الى اليا، يبقى هنا، يبقى هنا بنحذف الاي كراتكا في حالة الاضافة لما يبقى اسم مفرد مذكر وبنعوض عنها بيا. بالنسبة للديتيف او المقصود نادا بازفانيت نيكولايو او نيكولايو، نحتاج الاتصال بنيكولاي. شوف هنا تم تغيير الاكراد كاف في كلمة نيكولاي الى يو، وطبعا من ضمن الافعال الدالة على حالة المقصود بازفانيت اللي هو يتصل، وكلمة نادا برضو اللي هو نادا معناه يحتاج. بالنسبة للحال، الحالة الفعلية بالنسبة لاسم مذكر بينتهي بيا في الحالة الفعلية، اللي بينتهي بإكراتك في الحالة الفعلية هيطلب أو يحول إلى يا، زي يزنا ونيكولايا، أنا عارف نيكولايا. طبعا ده فعل وده فعل وده مفعول به. تم تغيير الاسم اللي وقع مفعول به هنا الحرف الأخير من الإكراتك إلى يا. بالنسبة لحالة المعية يايدو إز نيكولايا، أي جوز نيكولاي. الاسم المفرد المذكر اللي بينتهي بإي كراتكا يتم حذف الإي كراتكا ونضيف ي إم في حالة المعية زي ما احنا شوفنا دلوقتي. أما البريبوزيشنال كيس في حالة حرف الجر، هناخد مثال كده ميجا فاريل أنيكولاي، نحن نتحدث أو تحدثنا عن نيكولاي. برضو هنا من ضمن حروف الجر الدالة على حالة حرف الجر، حرف الجر أو بمعنى أباوت. وطبعا هنا الاسم المفرد المذكر اللي بينتهي بإي كراتكا تحذف الإي كراتكا ونضيف إيه في حالة حرف الجر. طيب بالنسبة لاسم المفرد المذكر اللي بينتهي بميقص لك، نشوف شكله إيه في الحالات كلها. تمام، بالنسبة للحالة الإسمية إيتا أوتشيتل، إنه معلم، ما فيش أي تغييرات. الجيناتيف الإضافة كنيجا الكتاب او اوتشيتليا مع المعلم. طبعا احنا عارفين ان او بمعنى عنده او لديه بتيجي مع حالة الاضافة. الاسم المفرد المذكر بينتهي بميقظ نق في حالة الاضافة، في حالة الاضافة بتحول الميقظ نق الى يا زي ما احنا شفنا في المثال. نشوف الديتيف او المقصود نادا بازفانيت اوتشيتليو، نحتاج الاتصال بالمعلم. تمام، من ضمن الاسماء او من ضمن الكلمات الدالة على حالة المقصود نادا والفعل بازفانيت، يتم تحويل الميقظ نق للاسم المفرد المذكر بينتهي بميقظ نق في حالة المقصود الى يو زي ما احنا شفنا. بالنسبة للحالة الفعلية يا فيديل انا رأيته وتشيتيا المعلم. طبعا ده فعل وده مفعول به. يتم تحويل الاسم المفرد المذكر اللي بينتهي بميقظ نق في حالة المفعول به الى يا زي ما احنا شفنا في المثال. بالنسبة لحالة المعية يا يدو از اوتشيتي اي جو از ذا تيتشر، انا ذاهب مع المعلم. برضو هنا تم تحويل الاسم المفرد المذكر اللي بينتهي بميقظ نق في حالة المعية، تم حذف ميقظ نق واضافة يا ام. اما في حالة حرف الجر فهنشوف مثال لكده ميجا فاريلي نحن تحدثنا اب اوتشيتليا عن المعلم spoke about the teacher. طبعا هنا من ضمن حروف الجر الدالة على حالة حرف الجر هي اب، وتم تحويل الاسم المفرد المذكر الحرف الاخير فيه اللي هو الميقظ اللي بينتهي بميقظ نق الى ي. هنشوف هنا مع بعض بعض الحالات الخاصة للنهايات في الاسم المفرد المذكر في حالة مثلا حرف الجر اللي هي prepositional case.
يعني بيقول لك الاسم مفرد مذكر اللي هو بينتهي عامة بساكن او بغيره. هنشوف النهايات بتاعته كالتالي: لها حالات خاصة، مش هنطبق عليها القاعدة اللي احنا اخدناها بتاعت حرف الجر، لا بتبقى ليها حالات خاصة زي بون اللي هو الفلور الارضية. لما هقول على الارضية يبقى هقول نابولو. طب واحد يقول لي ده المفروض ده اسمه في المذكر بينتهي بساكن، المفروض نحط له ايه؟ كلامك صح، بس هنا دي حالات خاصة، هنحط له او مباشرة، نابولو او نابلو او نابلو، نابلو اللي هو on the floor. جوت، جوت اللي هو سنة او عام. عايز اقول مثلا في سنة 1985 يبقى في ديسيج دي فينوستا فوسن ساد بيلاتفا جادو 1995، في عام 1995. طبعا المفروض هنا ان احنا كنا حطينا في جادو كلمة اخرها ايه عشان في حرف جر، لا هنا دي سبيشال كيسز هنحط لها او. صاد حديقة، مي سيديري جلسنا في صادو في الحديقة، نفس الكلام برضه. بورت اللي هو تقريبا الميناء، في بارتو او بارتو اللي هو في الميناء، ايرابورت المطار، في ايرابورتو. ليس غابة، مي جوليالي في ليسو تنزهنا في الغابة. شكاف دولاب، بابكي في شكافو اللي هي الفايلز موجودة في الدولاب. بابكي نفس الكلام بالنسبة لكلمة قط اللي هي النار، زقاطو أو بقاطو في النار. راي الجنة، فرايو في الجنة. لو عايز ان انا اهنى حد بالعيد ميلاد بتاعه بقول له ازدلوم راجديني، هابي بيرثداي ازدلوم راجديني. ساس لافارو ويز ادكشن ويز ادكشن. احنا كده اتكلمنا عن الاسماء المفرد المذكر بنوعية سواء بينتهي بساكن او بيكراتك او بميقز نقط. شفنا اشكال الاسماء دي كلها في كل الحالات، الاسم في كل الحالات العربية. هننتقل بعد ذلك الى الاسم المحايد اللي بينتهي بأون. طيب نشوف شكله في الحالة الاسمية. مثلا مثال لذلك فوت وزيرا، هير از سليك يعني ها هي البحيرة. نشوف الشكل، ما فيش اي تغييرات طبعا، بتنزل العبارة زي ما هي، الحالة الاسمية ما فيش اي تغييرات عليها، المفرد بينزل مفرد زي ما هو والجمع بينزل جمع. اما بالنسبه للجينيتيف الاضافه هناخد مثال لذلك ناشا داتش داتشا نيدالكو اتو زيرو. تمام، ناشا داتشا نيدالكو اتو زيرو دي اللي هي بتاعه مثال السرب فوت وزيرو، دي بتاعه يعني المثال الاول نوميتيف كيس فوت وزيرو. هير الزريق يعني ها هي البحيره، ما فيش اي تغيرات عليها. الجنة تفكيز هناخد مثال لذلك ناشا داتشا نيدالكو اتو زيرو. تمام، هنا حرف الجر ات دايما بيعبر عن حالة الاضافة، والاسم المفرد المحايد اللي بينتهي بأو في حالة الاضافة بنحذف الأو ونضيف أ زي ما احنا شفنا. ناشا داتشا نيدالكو اتو زيرا اللي هي البيوت الصيفية ليست بعيدة عن البحيرة، او بيوتنا الصيفية غير بعيدة عن البحيرة. تمام، فهنا الاسم المفرد المذكر المحايد سوري اللي بينتهي بأو يتم حذفه ويضاف أ في حالة الاضافة. بالنسبة للاسم المفرد المحايد اللي بينتهي بأوف في حالة ديتيف كيس أو المقصود يتم حذف الأو ونضيف أو زي إيتا داروجا كأو زيرو، هذا الطريق المؤدي إلى البحيرة. طبعا حرف الجر كا من ضمن حروف الجر الدالة على حالة الإضافة على حالة المقصود.
حذف هنا الاو اللي موجودة في كلمة اوزيرا وهنعبر عنها بالحرف او. اما بالنسبة لحالة الحالة الفعلية هنشوف شكلها كالتالي: يا ايدونا اوزيرا، يا ايدونا اوزيرا، I'm going to the lake، انا ذاهب الى البحيرة. طبعا ايدو ما ده من ضمن الافعال الدالة على الحركة، تمام. ولو لاحظنا هنا الاسم المحايد نزل كما هو، مفيش تغييرات، كما اتفقنا ان الاسم المفرد المذكر اللي بينتهي الاسم المفرد المذكر الغير عاقل غير عاقل او الاسم المحايد غير العاقل مفيش عليه تغييرات في الحالة الفعلية. نشوف حالة المقصود او الحالة المعية: ماشا داتشا اللي هي our house our summer housing اللي هي بيوت صافية، رياضة is وزيرو قريبة من ايه البحيرة. برضو هنا التغييرات اللي جرت على الاسم هنا حذف الاو واضافة او ام. بالنسبة للحالة الاخيرة اللي هي البريبوزيشنال كيس: ماشا داتشا ني ما اوزيري، طبعا هنا تم حذف الاو واضافة ايه مباشرة في حالة حرف جر بالنسبة لاسم مفرد المحايد اللي بينتهي بو. بالنسبة لاسم المحايد اللي بينتهي بي هنشوف الشكل بتاعه او التغيرات اللي هتحصل عليه بالنسبة للحالات جميعها. فوت نوريا للحالة الاسمية ها هو البحر، مفيش اي تغيرات، تمام. بالنسبة لحالة الاضافة هيبقى الشكل كالتالي: اونجي فوت نيضاليكو اتموريا، هو يعيش ليس بعيدا عن البحر. طبعا اد من ضمن حروف الجر الدالة على حالة الاضافة، ات ماريا ات مريان، طبعا تم حذف الياء في حالة الاضافة واضافة يا مكان الياء في حالة الاضافة لما الاسم المفرد المحايد بينتهي بيه بيتم حذف الياء في حالة الاضافة ونضيف يا. بالنسبة لحالة المقصود هيبقى الشكل كالتالي: ايه تدرجة كماريون، هذا الطريق الى البحر، ذلك الطريق او هذا الطريق الى البحر. طبعا ده ضمن حروف الجر الدالة على حالة الاضافة على حالة المقصود او اقصد، ويتم تحويل الاسم الحرف الياء في الاسم المفرد المحايد الى يو في حالة المقصود. بالنسبة للحالة الفعلية هيبقى الشكل كالتالي: يالو بلو موريا، برضو مفيش اي تغييرات في الاسم المفرد المحايد بينتهي بيه في حالة في الحالة الفعلية، لا يوجد عليه أي تغييرات لأنه من ضمن الأسماء غير الحقيقية. بالنسبة للحالة المعية: أونجيفوت رياضة، هو يعيش بالقرب إزموريا أو مارين، يعيش بالقرب من البحر، تم حذف الياء وإضافة تي إم بالنسبة للاسم الاسم المفرد المحايد بينتهي بيه. بروبوزيشنال كيس: ماشا داتشا اللي هي بيوتنا الصيفية، ناموريا على البحر مباشرة. طبعا هنا برضو مفيش هنا اي اضافات، او ممكن نقول ان احنا حذفنا ليه وحطينا ايه مكانها، ليه هتبقى ايه زي ما هي في حالة حرف الجر بالنسبة لاسم المحايد المفرد المحايد بينتهي بيه. دي كانت التدريب على زي ما اتدربنا على اسم مفرد المذكر بنوعية في حالات الاعراب الستة، تدربنا برضو او خدنا امثلة بالنسبة للاسم المفرد المحايد. هننتقل للجزئية اللي بعد كده، هنشوف هنا الاسم المفرد المحايد بينتهي بإي، تمام. هتبقى النهايات شكلها ازاي في حالات الاعراب الستة. بالنسبة لاسم الحالة الاسمية راس بيسانيا اللي هي الطيب تيفون، شكلها يبقى زي ما هو مفيش تغيير في الحالة الاسمية معروفة. الجيناتيف مثلا هنقول نيت راس بيسانيا، نيت راس بيسانيا، تم تحويل الإي في حالة الإضافة بالنسبة لاسم مفرد المحايد إلى يا. الديتيف هيبقى شكلها كالتالي: براز بيسانيو، تم تحويلها ليو. أما الحالة الفعلية هيبقى شكلها كالتالي: يا فيدي راز بيسانيو، برضو مفيش أي تغييرات بالنسبة للاسم المفرد المذكر غير العاقل
الاسم المفرد غير العاقل، مش هنقول مذكر، الاسم المفرد غير العاقل او الاسم المحايد غير العاقل ما لهمش اي تغييرات في حاله، في الحاله الفعليه. نشوف الحاله اللي بعد كده اللي هي حاله المعيه. problemi is razbisani، problemi is razbisani، مشكله بالجداول او في الجداول. تم تحويل الياء اللي في الاخر دي في حاله المعية الى ياء. اما بالنسبه لحاله حرف الجر هيبقى شكلها كالتالي، razbisani، تم تحويل الياء الى اي. دي كانت حالات خاصه بالنسبه ليه لحاله حرف، لحاله الاسم المحايد في حاله حرف الجر اللي هو بينتهي بـ إيه. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله، والى اللقاء في المحاضره المقبله ان شاء الله.